السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، هنشرح النهاردة طريقة استخدام الواقع المعزز من خلال متصفح جوجل على الهاتف. طريقة الاستخدام، هنفتح متصفح جوجل على الهاتف ونكتب الحيوان اللي احنا عايزينه. هكتب مثلا دب، طبعا ممكن تكتب اللي انت عايزه. هكتب دب وابحث، وبعدين اضغط على عرض ثلاثي الابعاد اللي جنب الصورة بتاعت الحيوان اللي تحت، وبعدين اضغط على عرض في مساحتك. هنجرب برضو الطريقة مع أسد، نشوف كده من العرض في مساحتك. طبعا بتحدد الحجم اللي انت عايزه للحيوان، ممكن تصغر او تكبر.